شكو اي واحد اروح له اقول له وين الدين؟ ما عندي والله ايش اسوي. ادري يعني هو مثلا انتم شو تسوون انا شو اسوي يعني انا ما عندي بني ادم فلوكي يبع هذا الحباب الحلو ما يريد ياكل. انت تقولين 4 دنانير ايش دعوه 4 دنانير وانا ايش ماخذ بسيطه مختار عيني. اول شيء سلام عليكم. عليكم السلام. عيني شوف لي حل ويا هاي اهل محلتك. كل واحد هذا اطلب له دينارين. دكتور فوزي وفوزيه 3 دنانير، طارق 4 دنانير، وانت 5. شنو 5 دنانير اطلبك؟ طبعا غير انت العز، غير انت العز. بابا ما كل حكي، وين اكو وين صار فينا احنا هالمبلغ هذا؟ شو ما تقولين الشهر حتى رمضان وش ما يسوي؟ أنا أقول لك. قولي لي. بنيتك دلال. إيه؟ زين تأكل قد 10 نفرات. لا لا لا. تفاح وبرتقال. تشوفيها خطية جلد عظم جلد عظم. أقول ليش هذا حكي بطل. تعالي تعالي نصوفة تعالي. نصوفة. تعالي خلا سولف ليش تعالي قعدي هنا. تضحك علي. تعالي قعدي. بسيطة أنا حبابة. شوفي حبابة شوفي. كلها على حساب فلوكي ترى. يوم اذا احتاجتي شي قولي لي. ما احتاج. هو كان الساعه السوداء جبتك بيها الساعه السوداء. هو بقواري ونص دينار وخلاص. يلا هذا هو اي شي بالمحل تحتاجيه انا موجود. يوم والله انت ما حد مطايا حظي غيرك. انت تنطي الدلال اكل لحد ما خليت الدين علي 5 دنانير. مساء الخير والعافيه عليكم احبتي المشاهدين. رمضان كريم وحلقه جديده من برنامج محلتنا. اكيد نرحب بكم اجمل ترحيب ومنتظرين اكيد نسمع اصواتكم الحلوه حتى تفوزون ويانا بمبالغنا النقديه الهوايه والليرات الذهب الهوايه. واكيد بنهايه رمضان ان شاء الله راح يكون عندنا سحبات كلش هوايه، 100 سيارات واكيد رواتب شهريه. بالبدايه راح اقول لكم لا تنسون تفوتون على صفحتنا على الفيسبوك وتجاوبون على اسئله الحلقه، سؤال حلقه الجزء الاول من محلتنا ويا الشيف خلدون، واكيد السؤال الثاني اللي هو موجود ايضا على صفحتنا على الفيسبوك. ولا تنسون تشوفون اللايف وتعلقون محلتنا الاولى لان ايضا بها جائزه كلش كبيره. والاهم لا تنسون تدزون اس ام اسات على الارقام اللي قدامكم على الشاشه. اسيا سيل زين كورك، الأرقام واضحة موجودة يومكم. اليوم بالذات أكثر واحد يدز مسجات على أحد هاي الأرقام راح يفوت ويانا لبيت الهدايا. وبعد أنتم عدكم الموضوع تعرفون بيت الهدايا متروس فلوس بالملايين وليرات الذهب أكيد. فاللي يريد واللي يعجب يريد يروح البيت الهدايا خلي يدز اسمسات كلش هواية. هاي الاسمسات أكيد ترجع لكم حتى أنتم تستفادون وتفوزون ويانا بجوائزنا اللي موجودة بكثرة بمحلتنا. طبعا أريد أذكركم لا تنسون تنزلون تطبيق FIB مصرف العراق الأول حتى هاي المبالغ النقدية اللي راح تفوزوها ويانا بمحلتنا راح تنزل أوتوماتيكيا بحساباتكم على الموبايل. حتى طريقة دفع المبالغ راح تكون كلش سهلة وبسيطة بيننا وبينكم. وأكيد سؤال الحلقة اليوم بالجزء الأول من محلتنا كان من مسلسل قصة، أكيد تابعتوا المسلسل. السؤال يقول شمة مكلفت منو بيرجع الفلاش ميموري؟ أكيد كلفت حامد. الجواب الصحيح هو حامد وأكثرية الإجابات كانت صحيحة. فراح نتجه إلى الشاشة. طارق راح تسوي السحبة. يلا نسوي السحبة. يلا عدوا من العشرة تنازلي للواحد. يلا عشرة عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد قف. اختاريت منو؟ مصطفى حسن. ايش كاتب؟ كاتب قصة. لا تمام تمام. لا عاد نعيد مرة ثانية من عشرة. يلا نعيد. الإجابة حامد مو قصة. يلا يلا نختار. عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد يلا قف. قصة. حمزة الطائي. منو؟ جوابة غلط. خلينا نشوف أقرب واحد منو كاتب. حامد. حامد إحسان هادي. إحسان هادي. ألف ألف مبروك. مبروك إحسان. يا إحسان يا مبروك إحسان وليدي. ألف ألف مبروك يا إحسان. ربحت ويانا 100 ليرة ذهب. ليرة ذهب صحيح. ألف ألف مبروك يا إحسان. إذا راح نسوي السحبة الثانية. سؤال الحلقة لليوم بنهاية هاي الحلقة إن شاء الله وأكيد واحد من عندكم همنا راح يفوز بليرة ذهب. لذلك سارعوا وجاوبوا على السؤال. مختار أريد تقول لهم يعلقون على اللايف. تفضل.
اقول لكم انتوا ليش ما تتعلقون على اللايف ها؟ رزاله راس ليش؟ مو قلنا على اللايف يعني شو تسوون؟ كل ما تسوون حرام. بابا محلتنا الاولى هي تكنولوجيا بس قول لا 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 احكوا لي هي الاولى مو اولى خلينا نفتهم اولى طبعا قاعدين ايش تسوون؟ كل ما تسوون خاصه انتم البنات قاعدات ونايمات تقعدون محلتنا الاولى شرادله حكيت شي المختار ده يقول لازم ما يجوز بمحلتنا الاولى ما يجوز لا طبعا ما يجوز لا ما يجوز بس انت هدئ من روعك مختار وهم لا ما يجوز ما يجوز ما يجوز اسمعوا كلام المختار وعلقوا بمحلتنا الاولى لان راح تفوزون بليره ذهب فوزيه تفضلين وياي يا عيني اي ما راح تعوفيها خمس دقائق تعالي لا فوزية فيه بلا جاية لا تعوفيني أرجوك لا فوزية أهلا وسهلا فوزية شلونك رمضان كريم كل يوم كل عام وانتم بألف خير 30 يوم طبعا عيدها كل مرة رمضان كريم يا ربي علينا وعليكم وعلى كل مشاهدينا ومتابعي اليوتيوبي وخاصة متابعي محلتنا عندنا اتصال ناخذ اتصال ناخذ اتصال ونبلش الجوائز ألو 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 رمضان كريم رمضان كريم عليكم وعلينا أجمعين أجمعين يا ربي من ويانا غيداء طارق غيداء من وين تتصلين؟ من بغداد من وين من بغداد؟ من وين من بغداد غيداء؟ سيدية هلا بيجا غيداء وكل أهلنا بالسيدية غيداء يلا نعم أنت متابعة قديمة لنا؟ لا والله هسه دعا بعدكم بالجديد شنو رايك بمحلتنا؟ يعني ادير هاي القناه بس ما متابعه يعني هوايه شنو رايك بالبرنامج؟ والله كلش حلو عسيكم لعد غيداء انت تدزين على اللايف فززنا محلتنا الاولى لو لا ما اقول انت جديده دزيتي لو لا؟ البارحه دزيت بالرسائل ودخلت بهاي يعني المشاركه يا اهلا وسهلا بيك بس هسه شريد من عندك على اللايف محلتنا الاولى وتاخذي لك الجمعان يا معوده صدق كذب توكلي بالله يلا توكلي بالله يلا غيداء ان شاء الله ان شاء الله هاي المشاركه الاولى ها ابو الماليه تعرفي انت هسه تعرفي اللايف ما تعرفي هاي صار فيها سكراني انت تعيط المختار يعيط شلون عرفتي ابو الماليه غيداء بس اريد افتهم عيني شلون عرفتي ابو الماليه اذا انت هسه متابعتنا مو أنا البارحة بالليل تابعت يعني لإعادة تمام أهلا وسهلا يلا غيداء نسأل السؤال تفضل يلا يلا السؤال يقول يا غيداء من هو العالم الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى هل الحسن البصري أم ابن النفيس أم ابن خلدون الحسن البصري أم ابن النفيس أم ابن خلدون؟ ابن النفيس. ابن النفيس إجابة صحيحة يا غيداء. يلا غيداء منين تحبين تاخذين الجائزة؟ غيداء اسمعينا من التليفون لا تسمعينا من التلفزيون. تمام تمام. يلا منين تحبين تاخذين الجائزة؟ أريدها من عندك. من عندي أنا من فلك. طبعاً. يا هلا بغيداء يا هلا ومرحبا غيداء أنا عندي أربع صناديق 21 و22 و23 و24 يا وتختارين 22 يا غيداء والجائزة البي موجودة موبايل يا غيداء تستاهلين ألف ألف مبروك تشوفين ألف خير من عنده يا غيداء مشاهدينا مثل ما شفتوا غيداء ربحت ويانا موبايل لذلك دزوا اسمسات على كورك آسيا زين حتى تشاركون ويانا وتربحون بالجوائز القيمة الموجودة بالمحلة عندنا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رمضان كريم رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله أجمعين يا رب من ويانا ياكم علي تامر يا هلا بعلي من وين علي؟ أهالينا من ديالة من ديالة يا هلا بيك وأهالينا بدياله كلهم علاوي شلونك شو اخبارك؟ الله يحفظك شلون رمضان بديالة علي؟ والله زين خير من الله الحمد لله والشكر الحمد لله متابعنا من زمان؟ ايه متابعكم من زمان بس صار شقد تمام اليوم احنا حالفنا الحظ انه سمعنا صوتك علاوي ما
والله يوديك الله يسرح عليك حبيبي. يلا علي نسأل سؤال. تحيات لابو المالية. اي تمام الله يسلم عليك. بالمحلة تحيات اهل المحلة كلها لكم يا علي. يلا علاوي السؤال يقول لك النهر الذي يبلغ طوله 6648 كيلومتر هو نهر الفرات أم نهر النيل أم نهر الأمازون أم نهر تاجا؟ النيل. النيل صحيح. صحيح يا علي نهر النيل. يلا علاوي منين تحب تاخذ الجائزة؟ سعدية اليوم موجودة؟ موجودة عيني موجودة. وين تروح؟ روحة بالمحلة. هلا وعلي شلونك؟ الحمد لله الله يسلمك. رمضان كريم عليك يا رب. علينا وعليكم. الله يسلمك. يلا علي عندي واحد واثنين وثلاثة وأربعة ايش تختار؟ واحد واحد. واحد ونشوف واحد ايش بيه؟ يلا. والواحد يا علي. ألف مبروك 100,000 علاوي. ألف ألف مبروك علي. ألف ألف مبروك ربحت ويانا 100,000 دينار مقدمة من مصرف العراق الأول اللي هو تطبيق FIB. علي لازم تنزل هذا التطبيق يمك اللي هو FIB تنزله وتسوي حسابه باسمك حتى هذا المبلغ قبل يتحول على اسمك بالموبايل. ألف ألف مبروك تشوف ألف خير من هذا المبلغ. أذكركم مشاهدينا الكرام فوتوا على صفحتنا على فيسبوك جاوبوا على السؤال وأيضا اللايف تشوفوه هناك وتعلقوا بمحلتنا الأولى. أريد التعاليق تنزل كالمطر اليوم. اليوم الحمد لله والشكر يعني كان المطر كلش هواية زايد بالزيادة يعني خير وبركة الحمد لله والشكر. يعني مع الأسف كان أكو بعض الضحايا اللي راحوا بمحافظة دهوك الله يرحمهم. طبعا قلوبنا مع أهالي الضحايا الله يرحمهم. لذلك أريد التعاليق تنزل هري هري محلتنا الأولى باللايف. وأكيد لا تنسون تدزون SMS على كورك آسيا زين حتى تشاركون ويانا وتفوزون ويانا. أكو مشاركة لللايف أو شير؟ اكو مشاركه شير اكو بالويكند بنهايه الاسبوع راح نسوي الشير همينه لكن اليوم اكو بمحلتنا الاولى اللي هي تعاليق. لكن اذكر اليوم اي واحد يدز SMS اكثر خاصه اليوم يدز اكثر SMS راح يتحول ويانا الى بيت الهدايا وبيت الهدايا اكيد مليان هدايا وملايين وذهب. يلا ناخذ اتصال. يلا ناخذ اتصال. الو 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 مساء الخير رمضان كريم. علينا وعليكم. من ويانا؟ شيرين. شيرين من وين تتصلين؟ من الموصل. من الموصل هلا بيك وكل اهالينا وحلوة الاتصالات من الموصل صار لنا كم يوم. عشونك يا شيرين؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. دحت وياها انت لا كل شويه تاخذ الاتصال مني ما احكي معاه مصلاوي زي راح اصيح لك ان صار تجي تاخذك. ما اريد احكي معاه مصلاوي زي احكي عيني احكي. لا والله ما اعرف. يلا يلا تفضلي. لا احكي عيني احكي. لا لا تفضل. لا لا احكي احكي. شيرين هلا عيني. صار لك جد متابعتنا؟ والله هوايه يعني انا صار لي سنتين تقريبا ما شاء الله ما مشاركه هاي السنه حبيت اشارك. زين شنو رايك بالمحله لعاد؟ والله برنامج كلش حلو يعني من افضل برامج رمضان. الحمد لله والشكر الحمد لله. زين منو عجبك بالمحله اكثر شيء؟ أكيد والله فلا. كلكم ما بيكم قطع احكي مو صلي كلكم نحبكم. احنا زي كلنا نحبكي. تسلم احنا نحبكم اكثر. يلا يا شيرين نسأل السؤال. اسأل. يلا تفضلي. تقبل؟ يلا عادي. لا اذا ما تقبل قولي عادي اعطي لك اجازة عادي يكفي اني مزروعة يمك. السؤال يقول يلا شيرين. شيرين ما اسم الدولة التي اشتهرت بطعام السوشي؟ اليابان، تركيا، أم الصين؟ الصين. يس. لا. لا. لا لحظة لحظة. اليابان. 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 سوشي. اليابان. اليابان صحيح صحيح يا شيرين يابان. سبعة صفقة. يلا. يلا من وين تاخذين جائزتك؟ من أي شخصية من المحلة؟ من فلك. من فلك. روحي شيرين. يا هلا ومرحبا بيكي شيرين وبكل اهالينا في الموصل. صحي لابنك. شيرين اول شيء انت من جانب الايمن لو الايسر؟ لا الايسر. الايسر تحياتنا للموصل ككل. يلا عندي 21 و23 و24. 23. 23.
يوم خلي اشوف بعد اجيتي بعد خلص كافي شنو مزهريه اني غير اني امك غير اني الاصل عيني شيرين شونكي راح اني مع فدو حياتي اني انصاف ام فلوكي امو امو عيني ربحتي ويانا 300,000 دينار مبروك يا شيرين الف الف مبروك يا شيرين هات يوم اخذ طرف بتريدني بعد امشي يا الف الف مبروك شيرين ولا اقول لك يوم خلي اجي يمك ربحتي ويانا حياتي ما عليك يمي الف دينار عراقي تصرفيهم بالعافية يا رب شكرا جزيلا على المشاركة الحلوة وتحياتنا لكل اهالينا بالموصل اذا مثل ما شفتوا مشاهدينا الكرام جوائزنا هواية واكيد بمئات الالوف واكيد بالملايين ايضا موجودة لذلك لا تنسون تدزون اسمسات على ارقام اللي موجودة قدامكم على الشاشة اسيا كورك زين ايش قد ما تدزون مسجات اكيد راح تشاركون ويانا لكن حظوظكم راح تزداد اكثر واكثر بربح السيارات المتبقية عندنا وايضا بربح بنهاية شهر رمضان المبارك بالرواتب الشهرية اللي هي 3 اشهر و6 اشهر والسنة ناخذ اتصال ونقول الو 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 السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله رمضان كريم عليك وعلينا يونس تسلم الله يخليك احنا زينين اذا انتم زينين بس قبل هاي من ويانا سامر سامر من كربلاء يا هلا بسامر سامر من وين يا سامر من كربلاء يا هلا بيك وبكل اهالي كربلاء شلون رمضان بكربلاء؟ والله الحمد لله الاجواء حلوه بعد تعرفين ورا الفطور شويه الاوضاع تتغير يعني صحيح زين يا سامر مستعد ناخذ السؤال؟ يلا تمام يلا تمام سؤالك يقول ما هو المدار الذي يمر فيه اكبر عدد من الدول العربيه؟ مدار الجدي ام مدار السرطان ام المدار الاستوائي الجدي لو السرطان لو الاستوائي السرطان السرطان صحيح يا سامر صحيح زين سامر من وين تسحب جائزتك من اي شخصيه بالمحله نعم من 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 تحب تاخذ جائزتك من تحب تاخذ جائزتك من اي شخصيه بالمحله والله كلكم اساتذه ورود شخص واحد او شخصيه واحده زين عندنا انصاف عندنا المختار عندنا سعديه عندنا فوزي عندنا طارق كيفك اختار اوكي طارق يلا طارق يلا مساء الخير مساء شلونك سامر رمضان كريم الله عليك وعلينا رحم الله عليك والديك يلا عندي اربع صناديق 5 و6 و7 و8 يا رقم تختار تاخذ السبعة تختار رقم سبعة نعم. ورقم سبعة يا سامر بي اتصال من أبو المالية انتظر هسه يجي اتصال من أبو المالية يلا سامر راح يتصل أبو المالية خل نسمع ايش راح يقول تمام يا الله تمام يا. ألو ألو سامر بس انتظرني لحظة لأن أبو المالية دا أحكي وياه تمام تمام ألو تمام هاش قال ابو الماليه سامر دا يقول ابو الماليه تختار صندوق ثاني من يم طارق من يمك اي من يمك يلا يلا يا سامر الارقام طارق مقال الارقام الصندوق رقم سبعة راح ظل عندك بس الخمسة والستة والثمانية يا من انت تختار ناخذ الخمسة تاخذ الخمسة تمام ونشوف صندوق رقم خمسة يا سامر بي إن شاء الله شيء كبير ب 100,000 دينار ألف مبروك يا سامر تستاهل. مبروك يا سامر من مصرف العراق الأول ربحت ويانا 100,000 دينار طبعا لازم تنزل التطبيق هذا يا سامر اسمه FIB التنزيل مالته سهل جدا وأيضا إذا تسوي حسابي سهل جدا ما يراد لأي شيء حتى هذا المبلغ يتحول باسمك بالموبايل ولا تنسون أيضا تفوتون على الصفحة وتجاوبون على السؤال سؤال سهل جدا وبسيط تقدرون تجاوبون عليه والأهم أيضا أن تفوتون على صفحتنا على الفيسبوك تشوفون حلقتنا لايف هناك وتعلقوا محلتنا الأولى لأن ممكن بعد شوية نسوي السحبة لذلك
فوتوا هسه هسه وعلقوا بمحلتنا الاولى. وايضا لا تنسون تدزون اس ام اسات حتى تحب حتى تشاركون، لان وايد يقولوا لي شلون نقدر نشارك، شلون نقدر نخابر المحله ونفوز. فتفوتون وتدزون على هاي الارقام اللي موجوده قدامكم وتدزون اس ام اسات لدلال تدزون اس ام وين يوم انا رايحه المختار صاحني. هلو تعال تعال عادي عادي خليك دلال خليك في ايدك. شلون ايش دلال؟ الحمد لله فلوكي انت زين؟ انا كل الزين. تاخذين اتصال؟ يلا يلا. الو مساء الخير. نور هلا عيني. رمضان كريم علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله. حبيبتي من ويانا؟ دعاء من موصل. دعاء يا هلا بدعاء وباهالينا بالموصل ما شاء الله. نورين اليوم الموصل. نورين الموصل. سمولي والله ربي يحفظكم. الله يخليك. شنو رايك بالبرنامج دعاء محلتنا؟ والله يجنن. بداعه متابعه قديمه من بدايه رمضان. ايه حبيبتي نتشرف بيك. يلا يا دعاء جاهزه للسؤال؟ اي نعم يلا ونشوف السؤال. يقول ما المقصود بالثرى في المثل الذي يقال بعد الثريا عن الثرى؟ الإجابات الأرض أو المشتري أم زحل أو عطارد؟ عطارد؟ لو الأرض الأرض أو المشتري أم زحل أو عطارد؟ الأرض لو المشتري لو زحل الأرض. صحيح صحيح يا دعاء صحيح. يلا دعاء من وين تاخذين جائزة؟ بعد ما ماخذ جائزة. تاخذين الجائزة أريد هالهولة بعد أكبر من هاي. من وين تحبين تاخذين جائزتك؟ يلا من مختار إن شاء الله. من مختار. يلا يا هلا بدعاء. يلا بدينا مختار. شلونك باباتي؟ شلون صحتك؟ هلا عيوني والله الحمد لله. أقول لك دعاء ايش كنا نكتة عن ما أسحب السؤال. الجائزة. دعاء عندك أربع صناديق. إيه. زين دعاء منو هالهل؟ أنا والله. هلا هلا بهالصوت. كروان. إي والله. اسمعيني عيني دعاء. عندك 17 18 19 20. إيش تختارين؟ يا معين. يلا يلا دعاء. 20 والدة تقول 20 وهذا العشرين. صراحة أنا أشتري بها هدية لوالدتي بمناسبة عيد الأم ومقدمة كل عام جميع أمهات العراقيين والعرب كل خير إن شاء الله. دعاء عشتنا نكتة. والله نكت ما أعرف لقد دي. يلا عيني دعاء. يا محفوظة البقى والسلامة. ربحت ويانا 200 ألف دينار. ألف مبروك يا دعاء. نزل التطبيق مال مصرف العراق الأول على مود ينزل بحسابك رأسا. إذا دعاء لازم تنزلين التطبيق FIB حتى تسوين حساب بالتليفون يمك وهذا المبلغ راح ينزل لك أوتوماتيكيا على حسابك. يلا ناخذ اتصال ثاني. ألو ألو مساء الخير. مساء الخير. رمضان كريم علينا عليكم وعلى الكادر جميعا اجمعين يا رب. من ويانا؟ وياك عبادي من البصرة. منو من البصرة عفوا؟ عبادي عامد من البصرة. يا هلا بعبادي. شلونك وشلون اهالينا بالبصرة؟ الله يسلمك بعد عمري زين. عبادي منو تحب المحل اكثر شيء؟ اكيد فلك. والله كلكم غالي. الله يخليك يا غالي. لو ما محلتنا ما جينا طابت خواطرنا وغنينا. ايوه الله يحفظك يا رب. يلا يا عبادي السؤال يقول. انا عندي قبل لا اطب السؤال عندي فت كلام يعني شويه. يلا يلا كلام شويه النا. انا قبل شهرين ثلاثه مشارك وياكم اي وربحت ب 75 بس يعني لهذا يوم يعني ماكو بعد ماكو لحد اتصل بي ولا شيء. لا راح يخابروك الكنترول حتى يوصلوا لك المبلغ. هسه راح امر يسمعون الكنترول يجي يعني اربع اشهر بعيني. يعني اول ما بدت محلتنا انا متابعكم. تمام يا اهلا وسهلا بك عبادي. وهسه والله دزيت مسجات برقمين يعني دزيت هواي كلش هواي. قاعد تطلع عندك وشوفها. يلا راح توصل كلها سوا.
يلا يا عبادي، سؤال يقول: ما هو أكبر بحر داخلي في العالم؟ بحر المالطيق أم بحر قزوين أم البحر المتوسط؟ قزوين. قزوين صحيح. صحيح، إجابة صحيحة. يلا من منو تأخذ جائزتك؟ من عندك، من فلك. يلا يا هلا بعبادي. عبادي عندي 21 24 شنو تريد؟ أريد 24. 24 بي يا عبادي 250 ألف دينار. مبروك. شكرا شكرا حبيبي، شكرا، تحياتي لكم. ألف مبروك. دقيقة دقيقة عبادي، المالية دا يخابر نشوف شو يريد. يا رب يا رب. ابقى وياي. ألو ويا هاي ال 203. تمام تمام، شكرا شكرا. عبادي ده ابو الماليه ده يقول راح نتاكد من هذا الموضوع انه ال 75 ما وصلت لك، لكن همينا راح نضيف لك فوقها 75 الف وياها وراح تفوز بها، همينا ويا 250 الف دينار، وراح نتاكدون من ال 75 الف الاولى اذا ما وصلت لك. شكرا بالعافيه. الف الف مبروك يا عبادي، شكرا جزيلا على اتصالك. اذا راح نروح لفاصل قصير، راجعينكم مره ثانيه، لا تبتعدون. رجعنا وياكم مرة ثانية أحبتي المشاهدين، ونكمل وياكم برنامج محلتنا حتى نسمع أصواتكم الحلوة وتفوزون ويانا بجوائزنا بالمحلة. لا تنسون تجاوبون على سؤال الحلقة، سؤال الفيسبوك، سؤال بسيط جدا تقدرون هسه تفوتون وتجاوبون عليه، ولا تنسون أيضا تعلقون بمحلتنا الأولى على لايف الحلقة هسه هسه، لأن ممكن بعد شوية، ممكن بعد دقيقتين أو ثلاثة نسوي سحبة اللايف، فهسه فوتوا وعلقوا. للي يحب يشارك ويانا ببرنامج محلتنا لازم لازم ضروري يدز اس ام اس على الارقام اللي قدامكم على الشاشه حتى يقدر الكنترول يخابره ويشارك ويانا ويفوز ويانا بالجوائز. ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله اجمعين يا رب. من ويانا؟ فاطمه من بغداد. يا هلا بفاطمة وبأهل بغداد كلهم، شلونك فاطمة؟ الحمد لله بخير، وأنا كلش أحب محلتكم والله العظيم. والله محلتنا كلش تحبكم. هلا بيكم والله، يعني صار سنتين أنا متابعتكم. ما شاء الله، شنو رأيك بمحلتنا فاطمة؟ حلوة؟ والله كلش حلوة، أنا أصلا ما أحب أشارك وهاي، بس لأن يعني أمي قالت لي شاركي شاركي وهاي. تحياتنا للوالدة. يا هلا بيكم يا هلا بيكم. طبعا فاطمه احنا محظوظين سمعنا صوتك الحلو. تسلمون تسلمون والله انا محظوظه. يلا فاطمه شوف لك السؤال. ايه شنو السؤال؟ يلا يلا زين فاطمه، السؤال يقول: كم عدد الجزر التي تتكون منها جمهوريه جزر القمر؟ هل اربع جزر ام سته ام تسعه؟ اربع جزر. اربعه صحيح. صحيح فاطمه. صحيح يا فاطمة. يلا فاطمة مين تختارين جائزتك؟ منك يعني. منك. من؟ مني؟
اي منك سعدية. يلا فطوم. ايش مستغربة يعني ليش؟ وقالت منش ما قالت السعدية. يلا فاطمة حبيبتي عندك اثنين وثلاثة وأربعة، ايش تختارين؟ اختار أربعة. أربعة ونشوف أربعة ايش بيه؟ يا فاطمة أربعة بي اتصال من أبو المالية. يلا خايفة ناخذ اتصال. يلا يلا فاطمة راح تنتظرين حتى نحكي ويا أبو المالية. خلي خابر أول شيء. تمام تمام. ونشوف أبو المالية. ابقي ويا يا فاطمة. تمام تمام. ألو. واو شكرا شكرا شكرا. يلا فاطمة أبو المالية دا يقول تعرفين ايش قال؟ ايش قال؟ راح تروحين البيت الهدايا. ألف مبروك يا فاطمة. بيت الهدايا هناك أكو ألعاب وأكو مسابقات وأكو ملايين وأكو ليرات ذهب. فأنت وحظك نشوف اللعبات شلون راح تكون. تمام شوف حظه هالمرة. يلا إن شاء الله. يلا إن شاء الله حلو. إلى بيت الهدايا فاطمة. يلا. رمضان كريم يا فطومة شلونك؟ رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. حياتي تسلمين. أهلا وسهلا بيك ببيت الهدايا. هلا بيك عينك تسلمين. طبعا دشوفين الدولاب العجيب، خلينا نشوف شنو راح تكون هديتك. يلا نشوف الهدية شنو بدولاب الحظ يا فاطمة. يلا يلا ليرتين شنو؟ لعبة الفوانيس. لحظة غني أغنية وربحتي موبايل. ألف مبروك. مبروك مبروك تستاهلين. شكرا كلش شكرا. ألف حياتي. ألف مبروك فاطمة ربحتي ويانا موبايل. تشوفين ألف فاطمة. خير من عند فاطمة. وشكرا جزيلا على المشاركة الجميلة. يلا ناخذ اتصال. يلا ألو. ألو مساء الخير. مساء الخير. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. مجمعين يا رب. من ويانا؟ رائد من النجف. يا هلا برائد بمتابعينا كلهم بالنجف الاشرف. شلونك رائد؟ اهلا وسهلا بكم حبيبي. الله يسلمك حبيبي. الله يخليك يا رب. شلون رمضان بالنجف؟ الحمد لله خير وبركه ان شاء الله. الحمد لله يا رب. رمضان كريم عليكم ان شاء الله. اجمعين يا رب. يا رب. رائد انت مشاركه اولى لك؟ نعم مشاركه اولى لانه البرنامج مالتكم كلش رائع. شكرا جزيلا. شكرا يا رائد. يلا ان شاء الله تربح في جائزه كبيره. نعم ان شاء الله بوجودكم ان شاء الله. يلا, يلا يا رب. السؤال يقول يا رائد الجائزه مال حسن مال نابليون مال البارحه. اي صدفه مال نابليون مال البارحه مال حسن. اي اي مو طلعت فالص واخر شيء. طلعت مال ابو تشوقي. طلع ماخذها من البال عمي. شكرا جزيلا. يلا رائد السؤال يقول نعم ثاني أكبر دولة عربية من حيث المساحة هي مصر السودان السعودية أم الجزائر؟ الجزائر. صحيح يا رائد الجزائر. يلا, يلا يا رائد منين تختار جائزتك؟ من هذا المسكين حسن خطية صار يومين ما حد قال له. يلا يا حسن. والي والله العظيم صدق خطية. مساء الخير. مساء الخير رائد شلونك؟ رمضان كريم. شكرا جزيلا حبيبي حسن. حبيبي الغالي شكرا لاختيارك لي وان شاء الله تطلع لك جائزة حلوة. قدامك أربع صناديق اللي هم 13 14 15 و16، أي صندوق تختار؟ أحب رقم 13. رقم 13 خليني أشوف شكو داخل رقم 13 وربحت ويانا 100,000 دينار. ألف مبروك يا رائد. ألف مبروك ربحت ويانا 100,000 دينار عراقي. مشاهدينا الكرام لا تنسون تدزون SMS على الأرقام اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. ممكن بمسج واحد تشارك ويانا وممكن بمسج واحد تفوز بالسيارة وممكن بمسج واحد تفوز ويانا براتب 3 شهور أو 6 شهور أو سنة كاملة. لذلك الأرقام موجودة قدامكم على الشاشة وأيضا موجودة ورايا مشاهدينا الكرام. آسيا سيل 2823 زين 4008 كورك 2611
ارقام دائما موجوده قدامكم على الشاشه للي يحب يشارك ويانا يدز اس ام اسات. اي خط يكون عندك ممكن يكون عندك كورك تدز على كورك، ممكن اسيا تدز على اسيا، وممكن زين تدز على زين، وممكن ثلاثتهم تدز على ثلاثتهم، وممكن بمسج واحد تفوز ويانا بسياره. لذلك ايش قد ما تدزون مسجات حظوظكم راح تزداد اكثر واكثر حتى تفوزون بالسياره وحتى تشاركون ويانا بمحلتنا وتفوزون بالجوائز والمبالغ النقديه. لا تنسون تعلقون محلتنا الاولى هسه باللايف الموجود على الفيسبوك، وايضا تجاوبون على السؤال لان ما بقى شيء وراح نسوي السحبات. ايش بيك؟ شبيها فوزيه راحت باليمه من جتي قاعده تصفي. لا والله خربت ترى ما مسوي شيء بس قاعده اني كنت يمك. ليش هي تغار؟ هي تغار يعني لازم راح تغار خطيه ايش راح يصير فيها؟ كل شيء ما مسوين يا معود نلعب ورق ونسولف وندردش ماكو شيء. لا والله يلا راح ناخذ اتصال. الو الو انت ما بصلي على النبي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. روحي. الو مساء الخير. ابقى هنا انت. الو الو مساء الخير. مساء النور. الو الو مساء الخير. رمضان كريم الكركش. منو يا انا؟ الاسم بالخير. غيداء طارق. يا هلا بغيداء. شلونك غيداء؟ والله الحمد لله. الله يسلمك. من وين غيداء؟ من بغداد. من بغداد. من وين من بغداد؟ نعم من وين من بغداد؟ من السيدية. يا هلا بيك وبكل متابعينا بالسيدية. غيداء غيداء. نعم بيداء. نعم. اختك وصلت بسؤال. تقولين فيست. تفضل. بيداء اختك غيداء. غيداء ادري ادري انت غيداء. غيداء قبل شويه اتصلت بيداء فهي اختك همينه من بغداد من السيدية. لا لا اني لعدتو كتبتو بيداء. تمام تمام أوكي. يلا يا غيداء نسال السؤال. نعم وربحت بموبايل ما شاء الله. ما شاء الله. الف الف مبروك يا غيداء. الف مبروك. مرتين مخبره مره ثانيه اتصل شوفي هاي حلو كرم كرم منكم. طبعا طبعا هي هاي محلتنا ممكن تدز مسجات وتشارك اكثر من مره اكيد هاي ما تقبل اي غلط لان ايش قد ما تدزون مسجات اكيد حظوظكم راح تزداد اكثر واكثر وممكن تشاركون اكثر من مره. ان شاء الله. يلا يا غيداء. انتم سجلتوا غيداء بيداء؟ اي لا لا عادي نفس الشيء مو مشكله. لا عشان اريده من الموبايل. راح يوصل لك راح يوصل لك اكيد. يلا يا غيداء. السؤال يقول من هو مصمم جسر الشيخ زايد في ابو ظبي؟ هل توماس تيلفورد ام زها حديد ام جوزيف شتراوس؟ توماس تيلفورد ام زها حديد ام جوزيف شتراوس؟ زها حديد. زها حديد صح. بس صحيح صحيح يا غيداء. يوم غيداء. غيداء منين تحبين تاخذين جائزتك؟ انتم من كرمكم بيامكم. لا لا ما يصير. هاي يمك هاي الموضوع يمك انت تختارين شخصيا. يمي يمي من الحجي. من الحجي. وين حجينا مختارنا؟ غيداء شلونك بابا؟ انا ابا عمو. اخبارك؟ ايش سويتي اليوم فطور؟ والله خير من الله. الحمد لله الحمد لله والشكر. قيمه قيمه قيمة. ألف عافية. ألف عافية. ألف عافية. الله يعافيكم. ما وصيك عود فد معون صغير تذكرينا به. مو تغلسين. أدري بيك أدري بيك تغلسين. سوينا. لا لا ما غلس والله ما غلس. ننتظر لعاد. عندك 17 و 18 و 19. 17 وشنو؟ 17 و 18 و19. يا وتريدين 17 يا محفوظة البقا والسلامة. جائزة هو يا با جائزتك انت شردتي اني اي اي شيء خير منكم. لا انا اريد هالهوله منك. ربحتي ليه؟ يلا يلا خلي يلا هلهلي عمي ربحت فهد واضرب عدوان من السجون ويانا تراني من المحله ربحوا ويانا.
غيداء. مبروك مبروك. ألف ألف مبروك يا غيداء. مثل ما شفتم مشاهدينا الكرام، إيش قد ما تدزون مسجات ممكن تشارك مرة ومرتين وثلاثة وتفوز ويانا بجوائز المحلة. غيداء فازت ويانا بموبايل وأيضا فازت ويانا بليرة ذهب، لذلك دزوا اسمسات على الأرقام اللي موجودة قدامكم على الشاشة، وأيضا جاوبوا على سؤال الحلقة، وأيضا علقوا بمحلتنا الأولى، لأن ما بقى شيء راح نسوي السحبات. غيداء اليوم كانت كلش محظوظة. أكيد ألف ألف مبروك يا غيداء، شارك ألف خير من عدهم. محظوظة. يلا ناخذ اتصال. يلا ناخذ اتصال ونقول الو. الو الو، من وين؟ مساء الخير. السلام عليكم. انا سلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. اهلا بك. مرحبا. اهلا بك. مرحبا. من وين؟ عاصم من الموصل. عاصم من الموصل. الموصل. يا هلا. شلونك ابوي؟ شلون صحتك؟ مليح اخوي مليح. انت شلونك؟ والله مليح الحمد لله. هلا بفوزي. مرحبا. يا هلا بعاصي. كبي كبي مال موصل موجوده. الكبي بعدها ابوي. انت مو انت مو بغدادي. كبي موصل موجود. كبي معود. هاي الخير والبركه. احنا عندنا كبه صرا هاي مشهورين. كلكم معزومين محلتنا عندنا. والله نتشرف نتشرف عاصي. ان شاء الله في يوم من الايام نزوركم بالموصل. اهلا وسهلا فيكم. يلا يا عاصي نسال السؤال. يلا يلا. انا احب هالحركه اسويها وانطيك السؤال اقرا وانا قاعد. عاصي السؤال يقول لك. نعم. ما هو الحيوان الذي لا يصدر اي صوت؟ الفيل ام النمر ام الزرافه؟ الزرافه. الزرافه. اجابه صحيحه. صحيح. عاصي تمام. عاصي من يا شخصيه تحب تاخذ جائزتك؟ من فوزي. من فوزي. من فوزي. مني. اموري. يلا من اشكرك. اشكرك جزيل الشكر عاصي. يلا منا قفلنا اليوم. يلا يا انت. انا اوكي عاصي. نشوف المضروب تشيل واحد. عاصي عندك 9 و10 و11 و12. يا صندوق تختار. 12. ألف 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 مبروك. ربحت ليرة ذهب. ألف مبروك. مبروك مبروك. شكرا شكرا شكرا. ألف ألف مبروك عاصي، ربحت ويانا ليرة ذهب. تصرفها بالعافية يا رب. وشكرا جزيلا على المشاركة الطيبة، وتحياتنا لأهالينا كلهم بالموصل. إذا مشاهدينا الكرام، ما بقى لنا شيء، راح نسوي سحبات. فجاوبوا على السؤال وأيضا علقوا بمحلتنا الأولى. لذلك هسه حاليا مثل ما وعدناكم بالبدايه، اكثر واحد يدز اسمسات اليوم راح يتحول الى بيت الهدايا. لذلك هسه راح ناخذ هذا الاتصال اللي دز اكثر عدد من الاسمسات على الارقام اللي قدامكم ونقول الو. الو مساء الخير. النور. مساء الخير. مساء النور. يعني رمضان كريم علينا وعليكم. صحه وسلامه ان شاء الله اجمعين يا رب. من ويانا؟ حسن من البصرة. يا هلا بحسن وبأهالينا بالبصرة كلهم نفر نفر. حسن الله يسلمك. الله يعزك. كم اسمس دزيت؟ والله دزيت تقريبا 38 اسمس. ونقى لساني ما تزوج. كم دزيت؟ 62. وما خبرتوني. انت داز 67 اسمس يا حسن. بس اليوم فقط 67 اس ام اس دزيت. نعم. لذلك الكنترول خابرك ليش؟ حتى تروح الى بيت الهدايا يا حسن. رحم الله والديك. صحتك وين؟ الف مبروك حسن. الف مبروك ليك عيني. الله يسلمك. يلا حسن جاهز؟ جاهز عيني. يلا حظك حلو. يا نشوف حظك شنو. يلا 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 عيني. يا الله بسم الله. قول شعر. قول شعر. والجائزة مالتك تصير في 3. انت اصلا عندك 100,000 فتقول لنا شعر. جائزتك تنضرب ب3. تصير 300,000. تصير 300,000. 300,000. اي نعم. يلا قول لنا شعر حسن. اجل لكم شعر. يلا. زرعت الصقر بين اجبال ورد. ايه. بقيت من دموع العين ورد
يا ابو الماليه اسال عليك الراح ورد اسال علي. الله الف مبروك حسن. صح لسانك. دقيقه حسن. حسن دقيقه اتصال من ابو الماليه خلينا نشوفه. الو الله صح لسمية ويا الثلاثمية. تمام تمام شكرا. شنو قال دلال؟ حسن أبو المالية يقول أوردي عندك الثلاثمية ألف وراح تربح فرة ثانية. أوه ونشوف شنو الجائزة بيها. سمعت حسن؟ راح افر الدولاب مرة الثانية حسن، يعني انت عندك 300,000 ونفرها لك مرة الثانية نشوف جائزتك شنو. يلا سعيد. يلا حسن ان شاء الله ان شاء الله. رحم الله والديك. يلا ونشوف حظك يا حسن. يا الله والله عمال اقابلنا والدبي في عمال عنا رفضه. اتصال من ابو المالية. يلا يا حسن نشوف ابو المالية شو يقول. الو الو اوكي شكرا. تمام 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 شكرا. هذا لال. حسن ابو الماليه يقول فوق ال 300,000 راح يضيف لك 500,000 دينار. أوه. يعني يصير 800,000 دينار. 800,000 ما بالعافيه. هذا رقم زوجتي الثاني 500 فوق ال 300. الف الف مبروك يا حسن. الف الف مبروك انت ربحت حسن. الله يحفظكم ان شاء الله. رحم الله والديك. شعورك شنو حسن؟ انا ما سمعتك شنو؟ شعورك شنو حسن هسه سولف لي. والله فرح عليك انا اريد اشتري ملابس. يا حبيبي اريد عبوديه ودارمي هيجي ابو الماليه يعني كرمك هواية اريد فشي. يلا سمعنا. يلا صوتك وينه؟ الف الف مبروك يا حسن. والله حبيبي الغالي حسن ربحت ويانا 300,000 دينار زائدا 500,000 دينار مقدمة من FIB مصرف العراقي الأول. نزل هذا التطبيق يمك راح ينزل لك الرصيد اللي هو 800,000 دينار على حسابك بالتطبيق هذا. وشكرا جزيلا على المشاركة الجميلة. سوي سحبة راح نروح. تروح؟ لا أنا واقف هنا. أروح أنا يلا ما اخذ روح يا معود. يلا نشوف سؤال. السؤال الاجابه مالته يقول لبسي كلش مميز وامشي بكل فخر ويايا السلام والامان وعيوني ما تمل من السهر هو رجل الامن. يلا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 قف. رجل الأمن علي جاسم السلطاني. ألف مبروك علي جاسم السلطاني. ربحت ويانا 100,000 دينار عراقي علي جاسم. ألف ألف مبروك مقدمة من FIB المصرف العراقي الأول. هسا راح نروح إلى اللايف فهسا علقوا محلتنا الأولى لأن أكيد راح تفوزون. يلا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سجاد سلام. ألف ألف مبروك سجاد. ألف مبروك سجاد ربحت ويانا 100,000 دينار عراقي. شكرا جزيلا على المشاركة الجميلة. تصرفون بالعافية يا رب. مشاهدينا الكرام للأسف ما بقى إلا وقت ووصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شوفكم باكر إن شاء الله. نشكر حسن متابعتكم. طبعا أشكر كل المصورين وكل الكادر وكل اللي يشتغلون بهذا العمل. لا تنسون تدزون SMS على الأرقام اللي قدامكم على الشاشة حتى تشاركون ويانا وتفوزون بالجوائز. مع السلامة. من أسعد أيام المحبة كالحبايب.